أولاً أريد أن أعرف عن شكري وامتناني خاصة لجميع الأصدقاء في الإمارات الشارقة لافتتاح التاريخي هذه المناسبة الخاصة. إن هذا المركز كينغ سيجونغ معهد كينغ سيجونغ يعتبر الجسر ما بين كوريا وإمارات الشارقة، ليس فقط لإمارات الشارقة بل كل الدول العربية وأيضاً العالم. سوف يعني يفعل كل أنشطة يتعلق بالثقافة والحضارة وأيضاً التعليم وأشياء أخرى متعلقة بالعلاقات الخاصة ما بين يعني الشارقة وكوريا، أيضاً ما بين الإمارات وكوريا. أشكركم جزيلاً مرة أخرى، كل المسؤولين الذي بذل قصارى الجهود لكي ننجز هذه المناسبة الخاصة. شكراً جزيلاً جميع الأصدقاء.